طيب نرجع بقى، الحاجات دي لما غليت يوسف بقت عبء على الدولار. ليه بقت في مشكله دولار في مصر؟ لانك انت النهارده كان ليك حجم معين من الدولار بيخش لك. بقينا احنا حريصين على ان الدولار ده يكفي الاول السلع الاساسيه، لان ما اقدرش اقول للناس ما تاكلش. صح. ما اقدرش. فكان لابد، طب القمح زاد من 280 250 260 ل 400 450، يعني الضعف. فلو انا النهارده بدفع في القمح مثلا 3 مليار رقم 6، لو انا النهارده بحط في الدوره 2 مليار رقم 4 الدوره اللي عشان اكل، انا اسف يعني الاعلاف، العلف والدواجن وكلام هذا القبيل، دي دوله فيها 100 مليون يا يوسف. ايوه يا فندم. دي دوله فيها ايه؟ 100 مليون. احنا كرجال صناعه كنت حاولت خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ان احنا نزود حجم المنتج الصناعي عشان نخفض من فاتوره مستلزمات الانتاج.